أولا كنبارك الجيش الملكي تتويجهم بكأس العرش للمرة العاشرة على التوالي أو التاسعة على التوالي، وكنقولوا السبورتين كازا حظ جيد في باقي النهائيات إن أمكن لهم التأهل إن شاء الله. وكما تعرفوا بأن البطولة أو كرة القدم النسوية كلها كتعرف واحد التطور اللي استفدت منه الفرق كلها، فرق النخبة ديالنا القسم الأول الاحترافي والقسم الثاني، وكنتمنى ان شاء الله انه نشوفوا في النهائيات اخرى فرق اخرى اللي تحاول تتلعب على البطوله وتلعب على الكاس ان شاء الله. الجيش الملكي كما تعرفوا بانه فريق كبير، فريق يتمتع بامكانيات كبيره، فريق عنده لاعبات في المنتخب ديالو اللي عندهم واحد الخبره وكيفيه اللعب على جزيئات صغيره في الفينال بغض النظر عن المنافس. ايضا كتشوف الانضباط ديالهم في الملعب، يعني هذه عوامل كثيره اللي كتنقص الفرق الاخرى وديما كتمكنهم انهم يربحوا النهائيات. وكنقول لهم مبروك عمل هم، ثقتهم في نفسهم، استراتيجية اللي دير النادي، هذه كلها راه عبر السنين ما جاتش في لحظة. وكنتمناو أن الأندية الأخرى تمشي على هذا النهج، ولو أنه كنقولوا إمكانيات مختلفة ما بين الأندية، ولكن كاين العمل، كاين الشغف، كاين الإرادة، كاين الطموح. هذو كلها ما عندهاش علاقة بالمال، ولا عندها علاقة بإرادة اللاعبة. نتمنوا أن اللاعبات كلهم يكونوا على نفس الجوع اللي كنقولوا الجوع الكروي اللي كيتمتعوا به لاعبات الجيش الملكي، هذا هو سر النجاح ديالهم. طبعا هما كلهم اللي غادي يمشوا ان شاء الله، المنتخب ديالنا اللي غادي يمشي لكاس استراليا، كاس العالم في استراليا، كيعرفوا شنو اللي تينتظرهم في حاله الاداء الجيد ديالهم. نتمنى انهم يلعبوا على هذه التفاصيل الاخرى اللي ما وراء اللاعب، يعني هما عارفين شنو كاين، راه عارفين بيننا وبينهم. وكما كنقولوا بانه نهائيات كاس العالم كتطلب واحد المجهود اضافي من اللاعب ومن الطاقم، كتطلب واحد التركيز وكتطلب اللعب على تفاصيل اخرى اللي كتخلي المنتخب يقدم افضل ما لديه. ونتمنى انهم يكونوا على قد المسؤوليه ويشرفوا الرايه الوطنيه في الملتقيات الدوليه باذن الله. اليوم كانت مقابلة جد حاسمة، مقابلة في المستوى، عطات واحد الفكرة على كرة القدم النسوية في المغرب وعلى التطوير ديالها على المستوى اللي وصلت ليه كرة القدم النسوية. يعني كان هناك عمل، كان هناك أهداف اللي الحمد لله تحققت. بالنسبة للفوز هذا النهار كان فوز مستحق، خصوصا 5-0، فريق لا يستهان به فريق السبورتينغ كازابلانكا، بما انه وصل لهذا النهايه الا وهو فريق يعني سوى شاغل وعمل باش يوصل على هذا، باش يوصل لهذه النتيجه هذه. اذا كانت امسيه رمضانيه و يعني بامتياز، خصوصا مع مقابله بهذا المستوى هذه. الحمد لله ما نقول غير اننا توفقنا واننا في الطريق الصحيح بالنسبه لتطوير كره القدم النسويه في المغرب. أخاب أن وي المنتخب الوطني كنتمنى له كل التوفيق، خصوصا عنده مقابلات جد صعبة في البداية. كنتمنى أنه يدوز الدور الأول وأننا إن شاء الله نحققوا نتائج جد مرضية بحال الذكور، وتكون إن شاء الله واحد الفعل مزيان بالنسبة لنا. وكنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم التوفيق، بما ان حنا كلنا اول مره كنوصلوا لكاس العالم، يعني غنحاولوا نديروا اكثر من جهدنا باش نحققوا نتائج مزيانه باش نكونوا في المستوى المطلوب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.